فإن الله ما بعث الرسول ولا أنزل الكتب إلا ليوحد جل وعلا وحده دون سواه. قد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في ذلك أخبر جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما شرع الله العبادات كلها أركانها أو أركان منها أو الواجبات أو غيرها إلا ليعظم جل وعلا ويوحد. ولا يوجد شيء حرص الدين على أن يكون قائما في كل أمر مثل توحيده جل وعلا، لأن هذه الغاية الكبرى من خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ وفقه الله عظيمة المعنى لا تحتاج إلى تعليق من مثلي. أما قوله في الأمر الثاني وقرن معه الإخلاص، وهذا حق، وقد قلنا مرارا وما ارتفع شيء من السماء أعظم من الإخلاص. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، ننتقل من موضوع الإخلاص، يعني موضوع طويل وقد نحتاج فيه أكثر من والله غني عن خلقه أجمعين، يعني من أخلص منهم من لم يخلص.